السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو أشتهي يوصل لا عند المعنيين. رجاء قلبي بيحرك. قلبي بيحرك حريق داخل قلبي بيخبزوه ويفعلوه ملوح وتميز وبنطلون. حريق الحريق. إيش توصل هذا الكلام؟ لا عند المعنيين رجاء. شاركوا هذا الفيديو، اعملوا اعجابات، مليونين اعجاب في هذا الفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس رجاء. اول مرة اقول هكذا علشان اشتي ذا الفيديو يوصل للمعنيين، يوصل للاعلاميين اليمنيين الذي معاه على اساس الشرعية، الذي مش هم داخل في صنعاء ولا هم في المناطق التي هي تحت سيطرة انصار الله. رجاء بيحرك قلبي بيحرك، بطوني بطلصة أمانة، بطوني بطلصة، بطوني نار داخل بطني، نار بين فور قد أشرفت وايد من بدلها بطني. تخيلك إن أنا اتغديت كسكسي عادي بيتحرك داخل، عادي بيتحرك وبيغندر في الكلى. تمام، كلنا استنكرنا بما بيحصل بإخواننا في غزة، يكسفوهم، انهوهم، إبادة جماعية، أب بيفقد ابنه، أم بتفقد زوجها وأولادها. قامت قيامة في غزة، قامت القيامة عندهم، قد قامت القيامة، قامت قيامة في غزة، أرض الكرامة والعزة، وأهل الفخامة في غفوة، أين الشهامة والنخوة والنخوة، أين النخوة؟ ما عفش. اليوم بنتكلم عن الإعلاميين الذين هم على أساس مع الشرعية، الذي مع دول العدوان اليمني. أين أنتم؟ أين أنتم؟ بررم 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 بررم، أين أنتم؟ لماذا ولا واحد منكم قد عمل فيديو ولا حلقة ولا كليب ولا تصريح بما بيحصل في إخواننا الفلسطينيين في غزة؟ ليش؟ لماذا؟ مع أن أنتم بدن تكلموا عن أتفه المواضيع، أي حاجة تفعلوا من الحبة كبة، وأي ترند بتتابعوه وتعملوا فيديوهات واليوم ساكتين ولا نخص ولا كلمة. يهود أنتم يهود، إسرائيليين أنتم إسرائيليين، ها؟ الذي بيحصل بيدل على ذلك. قد في يهودي يهودي هكذا، وهو يهودي زعل وغثي وبكي بما بيحصل للإخوان في غزة هكذا. وأنتم ولاء، هذا دليل إيش؟ أن أنتم فعلا بياعين، أن أنتم فعلا بياعين، ما بتخافوش من الله، بتخافوا من الدول التي أنتم تقطنون فيها، تسكنون فيها. تمام. مثلا الأذرعي، محمد ناصر الأذرعي بيتكلم عن كل بعثة، أي حاجة بتحصل بيتكلم ويطلع بفيديوهات ويتكلم. تمام، ولما في قضية فلسطين ولا كلمة ولا نخس ولا حكاية أبدا أبدا أبدا، يصيحوا فوقه السعودية، يصيحوا ويضربوا ويكسروا لها الرجل الثانية، ومع الرجل المكسورة عوجها هكذا، مع الرجل عوجها هكذا زي تحني ويخضها هكذا، ورجلت تخضها قبك وشي يخضها على السوق، ورجلت شي تخضها على صلاة الحمام، ترجع تضم لضم معه وتخطم معه وتشلها الحمام، وما شيء يصير فيه، تدخل دريق الماء وهو يغمض، ما يعني هي لحالها ولحاله. لو قد يتكلم ويلعن إسرائيل ويستنكر بما بيحصل في غزة، أكسروا لها الرجل الثانية، مع الرجل هكذا، والكل بتخضع معه، وهذا بتخضع لحاله، أكسروها وإنه هكذا، واحد بتخضع صلاة السوق، واحد بتخضع صلاة بكالة، وانت اختارك بعد حالك، فلتنا الثنتين واختارك بعد حالك، والله ضلك واحدة ولا عدل بينين،
عدل عدل بينن هكذا زارت حنا هذيك شي تخضر بكال وهذا شي يخطى السوق واش تخطى يرجعني من الظن معهن ويخطرنا ويكسروا لك الثاني لو تتكلم يكسروا لك الثاني ويحبسوك ويغلقوا الحنفي الحنفي البوكاش يا حياتي يا حياتي ايوه ما تجراتوش طبعا الاعلاميين هم دارين منهم والمشاهدين والمتابعين واليمنيين كلهم دارين منهم الاعلاميين الذين هم تبع على اساس الشرعيه معروفين الذي بيتكلموا واصل عن اي موضوع اي موضوع اي لو اقول لو يقصفوا مثلا اسرائيل يضربوا اسرائيل ويدكوا اسرائيل ولا يتكلموا ويفعلوا فيديوهات ويستنكروا بما بيحصل بالاسرائيليين يطلع على ضرعي بث ثنتين الرجل كذا يكون يقول ضربوا اسرائيل ويصفق بن وزارة حن يصفق برجله وزارة حن الاضرعي يصفق برجله كذا وزارة حن الرجل الثنتين هذا يوم الجمعة يربطن لا ظهره ساعة القميص ساعة القميص هكذا يربطن لا ظهره وزارة حن ايام العياد ولا مع السمره يربطن لا ظهر كذا ساعة الثنتين الرجل مربطت وراه مربطت رجله وراه ولما يضوي البيت يقول لابنه أمان فكهن كتشقرح قد الحليب بينزح أنا الفيديو هذا بيحرك قلبي ليش؟ الإعلام هو سلاح الإعلام هو سلاح أنا مثلا كإعلامي حر أنا إعلامي حر الذي يعجب يعجب الذي يعجب شيء يضرب رأسه في أطرف جتر حمام هون أيوه إعلامي حر لست مسير ابدا بارادتي بين اعمل فيديوهات وبين استنكر وابكي بكيت على ما بيحصل لاخواننا في غزه بكيت انا عندي مشاعر عندي احاسيس عندي اخي جاهو جهال اليوم يتغدى وعندي فوق عيني وراسي هذا خلقي تمام عندي مشاعر احاسيس حط نفسك مكان اخواننا في فلسطين بيقصفوا بيضربوا انهوهم اباده جماعيه حرام حرام وانتم ساكتين الاعلام سلاح استخدموا هذا السلاح الاعلاميين المؤثرين تكلموا مع ان الاضرعي وغيره من الاعلاميين بس نتكلم من الاضرعي الذي قد يتغاثى غالبيه الناس بيشوفوه ويتغاثوا يتغاثوا قد احتاج جهالك ابنك الكبير هذاك الذي وشس على المدل زيد فعلها انا غير اثنين مزاقم فعل تحت غرض صح لا يكون يبطل وبيتلل تمام الله يهدي ها قد ابنك يفسرك ويتغاثى يفسرك كذا ويشمئز ويدخل عزك الله الرحمن وانت قصدك قالك عزك الله وانت قصدك انه يدخل يتوضا ودخل يطرش بيذكر انك ابوه قد وما يفعل قدك ابوه قد حاول يشوف الاباء اخرين لكن لا فائده من ذلك تمام ما تجراتوش ما بتخافوش من الله لا بتخافوا من السعودي ومن افعال الفيديو يا اخي اعملوا حلقات العنوا اسرائيل اي طردوك من السعودية اي حبسوك اي هذا طز يا اخي طز تكلم خرج ما في قلبك لا تنسوا ان به الله وان احنا في اختبار اختبار الله بيختبرك بيختبرك بيعطيك الماء بيعطيك السلطة وبيعطيك النفوذ وبيعطيك ال... ها تمام بيختبرك هل عاد تدخل في المعاصي في اتاحة للمجال تدخل معاه او انك متمسك بالله أتكلم بكلمة الحق ها أي شخص إعلامي إعلامي مؤثر يتكلم يتكلم لو نتحد كلنا الإعلاميين مع الكذا نعمل ضربة ضربة جامدة لإسرائيل أيوة ضربة لا تقول إيش دحين أحمد حجر كذا وهو في تعليقات بيكتب في التعليق أحمد حجر قد لعبوا بعقلك كذا وكذا قد لعبوا بعنصار الله كذا أخي أنا مع الله أنا مع الله ما معي من انصار الله ولا معي منهم شيء ما قصدكم ولا معي منهم اي حاجه بالعكس جالس وسط البيت جالس وسط البيت وانا ماجستير اخراج تلفزيوني ومسرحي ومعي شهايد وجالس وسط البيت ما بنمارس عملي ابدا ما اتاحوا لي الفرصه اشتغل ما بش اتاحوا لي الفرصه اشتغل بيتاحوا الفرصه للناس اخرين يعني وانا جالس هنا أنا ممثل ومخرج تلفزيوني ومسرحي وعندي مواهب وعندي ديون لأصحاب البنك عندي كل حاجة
ومعي شاهد وجالس في البيت. لا تقول ايش احمد قدوم، انا ما معي منهم حاجه، ولكن بنتي كلمه حق، كلمه حق. اعلاميين لم يتكلموا عن ما بيحصل في غزه، في اخواننا في غزه. انا بنبكي، بكيت عليهم، بكيت ما انا بنكتر الى اللحظه، بنكتر حرام. تهني يهودنا يومين ثلاثة بعدها حبيبي ضاب علمك، كم قد ماتوا وكم قد تكلموا، قد عملت كليب، عملت كذا، لعنت الزعماء العرب، لعنت الحكام، لعنتهم. من جك ما بين اخاف الله من الله، من الله عز وجل ما بين اخاف الله من الله، ولا بين اخاف من اي انسان، ما بين اخافش. وانتو خلوكم احرار الاعلاميين، انتو داري من انتو، تكلموا بتبعسسوا وتلاعنوا وبتنتقدوا وكذا كذا وبتثيروا فتن وبتثيروا. والان اين انتم؟ اين موقعكم في الاعراب؟ اين انتم؟ اين انتم؟ هذه مثلا اليمنيين احتجزوا سفينه جالاكسي ليتر، وبهذا المنجز رفعوا راس كل يمني الى السماء وبيشكرونا يهود. يهود بيشكروا يعني بيجيدوا بنا عرب ومسلمين، وقالوا اليمنيون احرار، اليمنيون اقوياء، اليمنيين لا يخافون الا من الله. وانتم ولا ما تكلمتوش على السفينه ولا حاجه، ولا اصلا ما بنعترف بكم ان انتم يمنيين. ولا الله يلعن كل شخص وكل اعلامي مؤثر يقدر يعمل حاجه وهو ساكت مرتزق. فعلا الان وصلنا حقيقه مرتزقه. يعني لو تفعل اي فيديو وتتكلم على اسرائيل وتدي كلمه حق، اي فلعوك بتخاف منهم. غشوا عليك، غشوا وغطوا على عيونك، ونسيت ان تنظر الى السماء وتنظر الى مخلوقات الله وتنظر الى الله وتخاف من الله. خلاص نسيت، نسيت الله، نسيت الله عز وجل. خلاص اهم شيء الريال السعودي، الدولار الازرق، اهم شيء. فنصيحة لكم، عندكم مساحة، تقوى الله. هذا الذي كان في داخل قلبي ايش يخرجي، هذا بيحرك قلبي. اتمنى ان تشاركوا هذا الفيديو وتوصلوه وتعملوا لايكات، زيدوا اللايكات علشان يوصل، علشان يكون ترند يوصل لهم. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هذا الفيديو بالذات رجعني حبايب قلبي يا حياتي.